حنطبخ اليوم. أنا اليوم كلش سعيدة لأنه رح استقبل ببيتي شخصية كلنا نحبها، وأنا شخصياً أحبها لأنه دائماً تسوي لنا أجمل وأشهى الأطباق، بس هالمرة أنا اللي رح أسوي لها. واختاريت اليوم طبق مغربي، الكل يعرف أني مغربية عراقية، بس اليوم لأنه بس أني مجتهدة وكلش زينة بهالطبق، فحبيت أسوي وياها هذا الطبق وهذه الطبخة الحلوة، وإن شاء الله تحبها وتحبوها. هلو وسهلا ومرحبا حبيبي. حبيبي شو اخبارك؟ انا ام جود الحمد لله. معذبتك انا اليوم؟ لا لا بالعكس ابدا، شرفتيني حبيبتي. هيك دولة لك من فينا. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو حبيبي. شو محضرتي لي؟ حتشوفي جايبه لك جد. انا لا لا مفاجاه، ان شاء الله تحبينا. اكيد رح احبها. الله يخليك تفضلي. انا بس تعالوا نطبخ. انا شايفه طاجين ما في ظلمة ومسقوف صعبين شوي علي. أوكي. انا قاعده اسوي اللي اقدر عليه. طيب. طبعا اطبخ عراقي بس عندي اشياء معينه اطبخها. اليوم حبيت اسوي طاجين مغربي، هذا من اشهر الـ يعني الوجبات المغربيه اللي هو طاجين دجاج بالزيتون. انا محمسه كثير شوفها صراحه للرسبي. انا حاعمل لك سموذي شيء سريع، بتحطي كل المكونات بالبروسيسر مع قشطه بينار تطلع اطيب سموذي. طب هلا انت بلشي لي بوصفتك. انا حبلش اول بس بدك تغني لي. بخليني بقى اركز دخيلك حغني بعد شويه. اول شيء حناخذ زيت زيتون، هذا زيت زيتون من المغرب، ماما جايباه قبل هيدا. هلا موسم العصر على فكره. صحيح. ف حناخذ شوي من زيت الزيتون، كمان الزعفران حطيناه شوي، نعناب مي حنحطها. هاي الخلطه طبعا اللي حنحط فيها الدجاج. اوكي. بعدها شويه ثوم، ملعقه صغيره ثوم. قديش اخذتي انت معلومات طبخ من والدتك؟ كثير طبعا، ماما هي اللي احنا كلنا تعلمنا. انا على فكره انا تعلمت من ماما، وهو احلى احلى شيء اكثر من انه بتعلمي من ناس ثانيه. حناخذ طبعا البهارات، هي البهارات مغربيه. اوكي. في زنجبيل. اوكي. في كركم. هاي نسميها تحميره. تحميرة. ايه. اوكي. ما اعرف بالمغربي هيدا هاي النوع من البهارات. اي ثينك هو فيها كانه فلفل مجفف. فلفل مش بس بارد. نزل التردد الجديد لزي الوان 11277. الاستقطاب راسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطا 5 على 6.